قدومي كوجين كجود جهر قرنا دين عبارها شيخ حسن عبد السلام يا دقة كل دوين كل ورقي برد ساب كقبل كمرجع دقة هنوك صوت برعان قار كم إذا دوينا هدجن حافظ يقول شنو قدوميها قد جمين الله يا شعاف ماتك أحمد حاشودي يا سلطان عمر حسن عبدي كان عصتو يا هوين انتي اي سعوتي مناسبة دين اللي قولو كلا وريقي يي داقدان كلا دوانا لوغو تلقلي إلا قارسية دادك عبارو ساميين اي هالك اسيوح اللاقة تشيدي هذا لك كلا دوان وين نسويد دينا محابارا سوع العلناي محاين نوغو صنو نغني وين نسويد دينا دل كيو نسين مو هانترين انتان دامو محاين هلايا معنو بابارتو نيرمانس وحوي اللاك عبسكي وين كفو قاني او داقد وحي اللي سيجن وين كفو قاني او حولي سكاد اللي قبحيني وين كفو قاني وحول ما ورد هذا قرآن كوه حكم من مركز سكدة حولها لقب حجاب لها عرق روك شبه مركز عمل كين وناس هذا أنا خيرات كذي وحق الله يا الله يدسيه هدين وين اسمه إيه جينا اسمه ويدين إن نوري المحا تلدين نقطة هير هير بارك هاك لي حسب على قب حسب على قلي هير والله تلدين نقطة وين أشقى كلام هيني ومخاطرات كينو ونقف ربطي وأنا يعني وحلاقي حشادة ما هيمك كخمر قوتا كحشادة قوتا دمر كي دلنيير تقدر هذا وظف ليت سكهر ما يسند كلمة قارن كريني تفوس قدر ما نقول بتي فوس قاسانا عبارة إنه كهنة إنه فوس قن سكيل على نقوله بهالك هكذا دل روشين هي جديدة عبارةها هير قبل تيق أنو كسر أوريني حافظة كل شنو أو ككوان سدات هي سدات حبدوه درة بندود هي بقول يكنتن شركان وكو بيها لغو عباء نغا قدون قدومية وعن هلغن كوري چنية بندد هو ديرا قدومية ها قبل كا مرو دي چه قدومية إيقا قدوم سو قوري چيو قدو دا عبارة وحن سيدان هلغن كوري چنية كوية تمن بنددود وبستيالة iyo saddex item oo shandada iyo jawaanaba ku jira oo dhar iyo kabo caruureed iyo dad waaweyn ba waxaanu nahay dumar reer Soomaaliland oo waliba reer Hargeysa ayaa soo ururiyay deeqda waxaan ku wareejinaynaa gudoomiyaha gobolka ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala marka hore ilaahay baa la baryaa in ilaahay raxmadiisa inoogu deeqo oo dhibaatada iyo abaara inaga dulqaado waxa jirtay waqti yar ka hor inaannu halka kula wareegnay alaab aanu ka gudoonay qaybo bulshada gobolka Maroochydore ka tirsan haddana waxaanu ku wareejinaynaa guddida abaaraha ee heer qaran oo hadda halka noogu timayaan alaabta ku wareejinaynaa waxaanu halka ka gudoomaynaa agab runtii aad u qiimo badan oo dhar iyo bustayaal aduhu iyo wax cuntada ku jira maan filayaa قدر عن تلو كتير لكن وبدن دري وبدن يا معون كله وأي سو قد بين دتك دقيقة قبل كبرت شح كارهم بعد كسي كار كم ده سيجارة هانت حافظ دقول شنو ونقول شو كان عقل أحمد ران يم حد براهن تقاله نقول شو كان يو دمر بركه ولا حوش ودي وحكمنا ترى كان يجونا تعالى على بعض قيمة بدن وكاني ninka la yiraahdo doktor ahmed haashi nur oday waa loo yaqaanaa ahmed haashi nur iyo hablala socda oo bustayaasha halkan runtii ka muuqda tv ga ka arki doontaana oo wax ugu badan loo baahan yahay aad baan ugu mahadnaqayna dhammaanba ugu dambeyntiina guddiga heer qaran ee dhinaca abaaraha ayaa ka warbixiyay waxyaabo kala duwan oo qabsoomay guud ahaan waxaan ka warbixin lahaa bisha oktoobar niskeedii dambe iyo bisha hadda ku jirna muddo bil gudaheeda وحا كبحي دكده بالبراء وماتي معاورين كي باريق او بحيئه راشدن لبيه سقاشن كون او قويس لبيه سقاشن كون او قويس تضبا كون او قويس او باريق هرقيسا يكون فرد هرقيسا انو قغيب قايبيني مكا لغيد تاقو انا غيرين تاقر وحا او بحيان لقبل عبا صاحل توقدير صول يستناك dhowr face bay ahaayeen oo kala dambeeya guud ahaan marka la soo geeyo gobolka Sanaag waxaa gaaray 24,800 qoys gobolka Sool guud ahaan marka la soo geeyo waxaa gaaray 22,200 qoys oo 2,000 ay u harsan yihiin oo boohoodla waxaan jiraa afar markaas waxa weeye waa Sool waxba uma harsana 22,200 baa gaaray
سرال با کوچیت ما کاسو کامل ده کور کسول نشری وی کور کتک دل سکول نشری وحق گاری لبی لباتن کن یا فر بغل قیس و ایکده من تهیه لبکون ابوه لوی علی الله حتی آن ولی لوقت بینن قبل کساحل ایله هذم وحق گاری لحیت من کن قیس تدو کن قیس نو حیسو گاری مرد چه که مات دکمه یکیسا کافر یه باری لبی اسکاشن کنی آفر بغل قیس ایا بحی لورکا ویگان صورت آفنی ویگان هدود دنبی وحق بحی صدم کن و کمی دا ترده هورشیگی صدق هاكو حيلا كان قادين هولا هندم بي يقاران كدن بي أروري إسمان أحمد إسمان ستار تيفي هكذا